دور المصريين في الداخل. وأنا الحقيقة بكلم حضرتك من بورسعيد، لأنه أنا جيت طبعا في إطار يعني مهام مؤسسة فاهم للدعم النفسي، فكان في لقاء بعد هذا اللقاء مع شباب بورسعيد توجهنا أيضا إلى لجنة انتخابية، وكان معايا النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب. عايزة أقول لحضرتك إزاي كنت سعيدة جدا بالشباب، وكمان بحيي القائمين على تنظيم هذه الانتخابات من الشباب أيضا. كل هذه الملحمة الوطنية بتوري إن إحنا وطننا وطن كبير، في دور هام للشعب المصري بيقوم فيه كحق وواجب وطني، وبالتأكيد زي ما أنا قلت رد على كل أخبار مضللة وكاذبة عن الوطن.